مرحبا بكم في هذا الفضاء الذي كان وما يزال المشجع الحقيقي لإنضاج الأفكار الكبرى التي يستكين إليها المغرب في دينامية التغيير والإصلاح واستشراف المستقبل، سجالات لقضايا وملفات حارقة وملتهبة بكثير إنصات وتأمل وحكمة وعقلانية. لا طبعا سلطة القضاء هي سلطة من نوع خاص، وسلطة الإعلام هي سلطة معنوية بالأساس، لأن القضاء هو كما كنعرفوا قضاء يحكم بالقوانين وعنده طبعا عقوبات. إذا هذه مؤسسة عندها وضعية خاصة متميزة في كل المجتمعات، لكن من اللي كنجيو نقولوا الإعلام سلطة، هي سلطة معنوية وسلطة معنوية، معنى على أن تأثيرها أيضا قوي. مغري أننا نقول بعض المرات هناك تلاقي ونقط التقاء، ولكن نبقى أنا في المجالين اللي هو الصحافة والإعلام. كنعتقد بأن الآن كاين هناك دستور مغربي اللي كيتحدث بكل وضوح على حرية الصحافة، كيتحدث على حقوق الإنسان، حرية التعبير، وفي نفس الوقت عنده فصل خاص الذي يتحدث على الإعلام وعلى الاستقلالية وعلى الديمقراطية وعلى الهيئات الخاصة بالإعلام، فيها إشارة. إذا السؤال اللي لابد أن يناقش هو إلى أي مدى نحن الآن تقدمنا في شحنا بوحديتنا كصحفيين، ولكن الدولة، الحكومة، المجتمع بصفة عامة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية لأي مدى تقدمنا في تنزيل وتفعيل الدستور. أعتقد بأن مازال هناك خطوات لابد أن تقطع. كانت هناك إصلاحات في قوانين، لكن كنعتبر أنها مازال خصها تناقش، مازال يمكن تكون إصلاح أعمق. في نفس الوقت هل الهياكل القائمة حاليا تستجيب للدستور ولتطلعات المجتمع؟ هذا كنظن أنه نقاش كذلك مهم جدا، خاصة وأن نحن الآن في مواجهة تطورات اللي هي مهمة تحصل في كل المجتمعات، في التكنولوجيات الحديثة، في واحد الطموحات ديال المجتمع، طموحات الشباب باش أنه يكون الخبر يوصل بعد توصل المعطيات، عند الحق في الخبر بالنسبة للمواطنين، يكون هناك إعلام جيد، يكون هناك إعلام حقيقي اللي كيعكس، يكون مرآة حقيقية للمجتمع، يكون إعلام مستقل، يكون إعلام نزيه إلى آخره. كل هذه الآن قضايا أصبحت مطروحة بإلحاح، وحنا كإعلاميين كصحفيين لابد أن نسأل أنفسنا إلى أي مدى قوانين القائمة، إلى أي مدى الهياكل القائمة، إلى أي مدى الممارسات والموارد البشرية اللي كتشتغل، إلى أي مدى كيمكن نستجبوا لهذا. أولا ما هو في مطروح في الدستور، ولكن ما هو أيضا في المجتمع من متطلبات ومن حاجيات. أكيد أنه لقاء نكرس به أولا تقاليد سبق أن وضعنا أسسها من قبل من خلال علاقة محكمة النقد بوسائل الإعلام في لقاء التواصلية ودورات تكوينية سابقة. كان بيت الصحافة شاهدا على دورتها الثالثة التي حضر عدد كبير من المواقع والمنابر والوسائط ديال الإعلام. اليوم هو لقاء لتكريس هذه التقاليد، أيضا لوضع أسس هذه العلاقة من خلال محددات دستورية، من خلال محددات قانونية. اليوم المجتمع، بناء مجتمع ديمقراطي، بناء مجتمع حقوقي، يتطلب وجود قضاء مستقل كما جاء في كلمة سيد الرئيس المنتدب، ويتطلب إعلام مهني حر. كيف يمكن الوصول إلى بناء علاقات تطور هذا المشروع المجتمعي؟ كيف يمكن الانكباب معا على ورش التخليق، على ورش التكوين، على أوراش التي تهم العدالة في علاقتها بالإعلام؟ أكيد أنه لقاء بأسئلة كبرى وطنيا دوليا، الوضع العالمي يعرف العديد من الإشكالات في هذا المجال. اليوم هو لقاء بحضور وزين، شخصية وزينة ترأس السيد الرئيس المنتدب مجلس أعلى السلطة القضائية، في إشارة رمزية قوية على انفتاح هذه المؤسسة على الإعلام. إذن أكيد أنه لقاء بدلالات متعددة. طبعا موضوع له أهميته، له راهنيته، الإعلام والقضاء. أعتقد بأن هناك مقاربات جديدة فيما يتعلق بمعالجة هذا الموضوع، خصوصا
أمام انتظارات مجتمعية، انتظارات مجتمعية تتعلق بالإعلام وانتظارات مجتمعية تتعلق بالقضاء. وأعتقد أن هناك لابد اليوم أن تكون لدينا مدونة لتشريعات الإعلام، وكذلك لابد أن يكون لدينا قضاء متخصص في مجال الإعلام بالنظر للعديد من المستجدات المرتبطة بهذا الموضوع.